في كرتون كتير من الناس كلموني إنه أسامة تكلم عن هذا الكرتون، كرتون كتير حلو، كرتون جدا جميل، بنصحك تتفرج عليه، شوف احكي عنه وهيك. فأنا صرت أبحث عنه وصراحة اتفاجأت وأنا عم بتفرج عليه. ليه تفاجأت؟ تفاجأت لأنه الكرتون أول شيء تقييمه جدا عالي على IMDb، تقييمه 8.7 تقريبا 9 يعني من 10، فتقييم كتير عالي يعتبر على كرتون. والغريب الأكثر من هيك إنه هذا الكرتون موجود على اليوتيوب، والأغرب لسه كمان من هيك كمان، لما تتفرج عليه بتحس حالك عم تتفرج شغلاتك كتير عشوائية وبنفس الوقت حلوة ومسلية وبتضحك. وعلى ما أعتقد يعني أنا شفت بس حلقة الأولى منه، ما في شيء وسخ فيه، يعني ما أعتقد في شغلات وسخة، ما في شغلات ألوان ومن هالكلام وشغلات بتدل على شغلات سيئة، لا شغلات غبية. صراحة الكرتون اللي عم بتكلم عنه اسمه إيدز وورد، صراحة الكرتون رائع بمعنى الكلمة. الكرتون هذا بادي من 2003، والشي الأغرب من هيك لما تدخل على القناة تبعيتن فيها 4.2 مليون مشترك، وعندي كمان 96 فيديو نازل عندهم بالقناة. بس لو رحنا على أقدم فيديو موجود عندهم، موجود من 18 سنة وجايب 6.7 مليون، وهو بداية هذا الكرتون. الانيميشن بهديك الفترة تبع هذا الكرتون كان جدا جدا سيء، بس سبحان الله كيف تطوروا وصاروا. فرحت أنا قلت خليني أتفرج على الحلقة الأولى من هذا الكرتون وأشوف شو قصته، فرح أحطه هلا ونتفرج عليه، وأنتوا أحكوا لي شو رأيكم، هل الكرتون حلو ما حلو؟ أنا من وجهة نظري صراحة حبيته، هيك ضحكني، فيه شغلات غريبة كتير وعشوائية وما لها منطقية أبدا، بس بنفس الوقت بتضحك. رح نشوف ببداية الحلقة إنه يوم كتير حر كتير شوب، فبيكونوا قاعدين جوا البيت وكل الميتين والجو يعني كتير مولع والعرق عم بينزل منن. فواحد من أصدقائه بيحكي له أنا كتير مشوب، فبيطلع عليه بيحكي له yes you are hot. فيعني بالإنجليزية أو بالإنجليش لما تروح تحكي لواحد أو لبنت you're hot معناه أنت حلوة، أنت حلو، أنت موز. فبيطلع عليه بيقول له لا ما فهمت قصدي، إنه أنت يعني أنت ساخن، أنت شوب يعني أنت حرارة. فبقول له فهي مزحك مزحات لطيفة نحن بنعملها بين بعض الشبابك، بنتمسخر على بعض بهالطريقة. فالمزحات اللي موجودة صراحة هيك خفيفة لطيفة. فبعدين بيكونوا كلن قاعدين عم بيتفرجوا على التلفزيون، تطلع قدامن دعاية، وهي الدعاية عم تحكي عن مشروب جديد، مشروب بارد رح ينعشك بهذا الجو الحر. وبعدين بيكونوا عم بيتفرجوا عليه كلن، وبتخطر عبال الفكرة لأنه الإعلان كان عم بيتصور على الشاطئ، فكلن بيحكوا بتفكروا باللي عم نفكر فيه، فكلن بيحكوا خلينا نروح على الشاطئ، إلا واحد بيحكي خلونا نلبس كوكونات اللي هي جوز الهند هي تبعيت النساء. تفكيره كان جدا وسخ وتفكير سيء، لانه هاي الشخصيه كانت موجوده بالدعايه. فبعدين رح يركبوا السياره ويروحوا على الشاطئ، والطريقه اللي بيوصل فيها على الشاطئ كتير غريبه كمان، رح يوقفوا ويضربوا بشغله ويطيروا من ازاز السياره الامامي ويحلقوا وينزل كل شيء على الشاطئ، يتجهز هيك على السريع وينزلوا. هيك الكرتون عم بقلك هيك ما بتفهم شو عم بيصير فيه، شو المغزى منه ما بتفهم، هيك بيضيعك، بيحب انه يضيعك. بعدين رح ننتقل لمشهد تاني، بنشوف انه في سفينه او باخره كبيره محمله مواد كيميائيه، وكونوا عم بيحكوا مع بعض، وفي واحد من البراميل اللي فيها مواد كيميائيه رح توقع بالبحر. وبعدين رح ننتقل مره تانيه لعند الشباب، رح نشوف الشباب عم بيلعبوا بلاي ستيشن بنص الشاطئ هيك وبالحر وبالقرف وبالشوب والعرق. بس المشكله شلون جايبين كهرباء على الشاطئ؟ غريب. والمشكلة مو بس جايبين تلفزيون وجايبين بلاي ستيشن، لا في واحد منهم جايب خلاط عم بيعمل عصير هيك، انه اموره طيبة، مسك الموزة زدت لورا، واحد اتزحلق فيها ووقع ولا كأني في شيء. بعدين رح نرجع هيك برجوع ونشوف من وين جايب الكهرباء، رح نكتشف انه موصل الكهرباء الحبيب من بيته، مسافة كتير بعيدة موصلة من البيت للشاطئ. بعدين رح نشوف هيك بطريقة جدا عشوائية في دكتور او عالم معاه عقار غريب وعم بيرقد بسرعة، وبيلاقي هذا السلك اللي موصلينه للشاطئ. بعدين بيعديه وبيمشي وبيكون في قدامه حفرة كمان بيعديه، بعدين بيوقع بيانو بطريقة غريبة هيك عشوائية كمان، وبيقول اوف كان حيوقع علي وكان هالشي كتير قريب إلي. بعدين بيهجم عليه نمر، هيك شغلات
ما بعرف شو قصته بس هيك بتضحك ومسلية. في كتير شغلات بتصير ما لها سبب. بعدين رح يكون في شابين عم بيتفرجوا على العالم وهو عم بيتاكل من نمر، وبس يتاكل رح يقولوا غريب ويمشوا، ولما يمشوا رح يتفشكلوا والحبل رح يدخل بين رجليهن وبعدين ينقطع وبعدين تقطع الكهرباء عليهن. شو عم بيصيب هالكرتون؟ عم بحاول افهم. هيك شغلات كتير عشوائية والله العظيم. بعدين لما تنقطع الكهرباء رح يعصبوا، بعدين رح يجوا شباب واحد تاني معضل رح يوقع واحد على الارض وهيك ويتنمر عليه، وبعدين والله ما عم بفهم شو عم بيصير صراحة. بعدين واحد من الشباب رح يروح لعند المعضل ويحكي له مالك حق تروح وتمشي على الشباب، انت فعست واحد على الارض ومشيت عليه. وهذا اللي عم بيحكي له هو واحد من الشباب واقف عليه اصلا داعس عليه، وعم بيحكي له انه ما فيك تدعس على الشباب وهو اصلا واقف عليه. شو عم بيصير يا اخي؟ بعدين هيك اختصار للحلقة، شغلات كتير غريبة عم بتصير. بيصير في تحديات مين بياكل شغلات اكتر. بعدين في واحد من الاصدقاء بيروح وبيصير يجمع هيك مخلوقات من البحر، نجم البحر وهيك شغلات غريبة كتير. وبعدين بيلاقي هيك مثل سلطعون او روبيان كبيرة وبيكون عم بيلعب معاها، وحبة تضربه بعينه، وهو لما تضربه بعينه بتوجع. بعدين بيلاقي هذا البرميل اللي شفناه بالبداية، بيروح لعند هذا البرميل بيوقع عليه شوي من المواد الكيميائية، ورح نشوف بنهاية الحلقة انه تحول لروبيان، تحول هيك هذا السلطعون الكبير. كرتون كتير غريب بس جميل جدا صراحة. الانيميشن والشغلات اللي عم بتصير فيه كتير سريعة، كتير حلوة، كتير مسلية، ما فيه شغلات سيئة. والأجمل من هيك انه هذا الكرتون موجود على اليوتيوب، فيك تتفرج عليه بسهولة، لا انك محتاج تشترك او تدفع او تدور. على السريع بتكتب اسمه على اليوتيوب إدز وورد وامورك طيبة، وتفرج على حلقاته. صراحة حسيته مسلية، بدك تكمله انت كمله. هيك انا اتفرج على الحلقة الاولى، والحلقة الاولى يعني الى جزئين، بارت 1 وبارت 2، يعني هي الحلقة الاولى مقطوعة لجزئين، فهمتوا كيف؟ فصراحة بحس انه جميل جدا. تقييمي لهالكرتون انا هيك لو بدي اقيمه كمان راح اعطي 9/10 او 8/10، لانه فيه ابداع، فيه شغلاتك غريبة كتير، وانا بحب هذا النوع من الكرتونات اللي بيخليك يلعب بمخك وتقول أحا شو عم بيصير بهذا الكرتون. فبس والله لعندهم نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو، وشكرا للي بعت لي عن هذا الكرتون. في أكثر من واحد بعت لي على الانستغرام قال لي أسامة تكلم عن هذا الكرتون، فشكرا لك وشكرا لكم صراحة كلكم. وما تنسوا أهم شيء إنه نحاول، وبعرف إنه يمكن صعب بس أنتوا صراحة جبارين، ما أعتقد في شيء صعب عليكم، إنه نوصل قبل العيد 100,000. قربنا، ما ضلنا إلا كم؟ كنت 12,000 مشترك، 14,000 مشترك، و نكون وصلنا. فشدوا حيلكم هيك، نجيب الدرع على العيد، ننبسط كلنا وانبسط أنا وكلنا ننبسط هيك على العيد، وانزلكم فيديوهات فل شمعة انتو معانا. فبس لعند هون نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو، اشوفكم بالفيديو القادم، الى اللقاء.